بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبال جنال كينا قعم فرن يا قلب صافي وايدين سو دوينا سومالي وين وان ايدين سلاما يا ميلو بجوكتان مالي ونكس. ما أنت وحكات لنا سيدة أديك الشخصية دادة أطولي كرتا ميت قوة له شخصية دادة إن هرت قوة لها تقودها أي كبلاوتا، لكن مر قار حتى بنانك وحبات أسكريتت سيدة أطومو خنيسة وأن 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 خنيسة ودم بنتي ويلا نسا قوة دي مر والبن آمن قوة إلهي أكسي وإحنا طاي قف قوة له قوة دادة أدك قادني سيد الله سبحانه وتعالى. مركو حجرتو شخصيت والبو حليه ده هاي دبي عدا حليه ده هاي أم باو حليه ده تلما موين حليه ده سيد هبل هبل وقف عرب ده هبل وقف ضعيفة هبلاي وقف ضعيفة هبلاي وقف عرب ده وحواي تلما موين أبو سيفوين قف كلاسية هبل وقف له شخصية قوة له أم بشخص قوي هو هبلاي قف حواي ما شاء الله آت قوة له قف قوي هو إنه هذا لفتر كيد وحيله هذا هاي تلمع موين أبغى صفوين عيله هذا هاي وإنا هذيك إيه كام وخطأ إيه ده وحول بحوارته وإحنا إلهي كسي وهي واي هي بإلهي كسي وحقيقة هو جرت واي وإحنا وحواي وقت إيواي يا كبر وقت إيواي وحواي معلم واي سو وحارك يساقف شخصي ديس إيه ضعيف هاد وهذا قوة يشقف وحارك يسا شخصي ديس إيه قوة هاد وضعيف نخضي أو شخصية دي أي كرمت إلهي نوم قدر أنه قوة له إن ضعيف نما نخون إلهي نوم قدر لكن وح عادي هو شخصية ده ضعيف هاد إن مع الوقت وقت الإيواه مركا وينات مركا وح برتت مركا قاعد ويناني إن أد نقطة قف شخصية دي سئتا شخصية قوة له قوة معنى هاد ماها إن أتا قف أد أدك وضدك لا أخن كوضة وآت لوغ عبصدو إن أتا ماها قوة معنى هذا ما هنا تقف قيل بدن معها بالعكس تعرف تقف قيل بدن قيل ذا ضعيفني ما بخرصون ما قرح بدنا شخصية ذا قوة له معنى هذا ما إن دتك أي كابخة أبدا معنى هذا ما إن دتك كابخة أما دتك بخت إنجليزي معها مر كلا مر كخارس وحاد عدو إن أظن دتك بخت إنجليزي شخصية ذا وقوة له درت ذني كارب صناعين وأدي هدفك عن بحين لكن هدفك إن أدي أيضا سمينين وحياة ودتك أي كاجا بقان معنى هذا ما هي قوة ما هن وأدي أدو تلقيس دتك أي كاجا بقان أبدا وح قوة قوة ما ماركو حاجرتو سيفوين حاجرتو أم بطل ما حاجرتو خفك ولي هاي ولا هاي قال لي قف كاس قف أت شخصي دي سو حواي قوة ولي ده قف آت الشخصية ونعكسن الشخصية دي سقوي وقف كسر لهاي قوي وايل لهاي محاوي ساكو يالن كرا سؤالا اسوي دين تمضى وحاوي ساك هانيقا الشخصية دي دا وبدلي كرا وح وهبين ايمال هرت وبدل ماي مجرت مر والبتاس نيد قوايا وح والبحي وباهين وقتي وباهين قبرة دا نولش اك قادني ستو حاوي دور ايكو قولي دهاي ويكو سامين ايسا الشخصية دا مر والبو حاوي سامين ايكو قولي دهاي وراد كاس وكاغت غايو سيد وجيه دين اسكو بدلان وقفك لو اخرستو مركو مروغي سنياي قفك ادرين بيس قفكان مروغ ايا لسو درستي قفكان حنون ايا لسو درسي قفكان فرحت وفرح سنياي سيدا سيسلمت ايا شخصي دا بني هادن كان ايتا كو هدارت اناد نخطيت قف قوة له اما شخصي دي سيتا شخصية قوة له جوجي دعبدا دعبدا جوجي دعبدا بدن وحيابها قيمها وحوصو لغاية اي كمتا دعوة إيه؟ هنا تقف كدعوني ست قف على نوشة هاي هنا كدعوني سدن يدروف هنا كدعوني استواية هاي حال ده هذا ومر والبقول واركو أما تلي ست حال لها دور ك دول منا هاي هدي أعطاه قف جعل دور ك دول منا هذا بدن وحجر وجعل ومجتمعين هذا وبديهين ومر كخار سمي توكسي توكسي عاتي فضيت سمي قف كيني توكسنا يعني وقلينتو و إلقار هلاي وفيري لها يومان تقول وحواي دعوونا ماي هذا دعوة قبتدي لها ودعوه مع من هذا ما ها دعوة ذا قفك وحالينا من رادنين قفك إهلك وهو ويدي سنكرتا وليه كرتا لبقانا هيستو وحاس وحادي ولكن
qof walba aad aragto oo saaxiibada walaalahaa ehelka qof walba aad baratid haddii aad tahay qofkii dacwada badnaa waxaawaa shaqsiyadaada ma la jeclaanayo mana lihid shaqsiyad agoo quwad leh ma lihid shaqsiyadaada daciif wa qofka shaqsiyada daciifka le maxaa lagu quwad leh maxaa lagu gartaa ma dacwoonaa ma dacwo badna ma dacwo badna oo dantiisa iyo duruuftiisa maba la yaqaano maba la arkabo mararka qaar qofka asay ka muuqato ayaa haddana aanu ku dacwoonayn mararka qaar ma ogid asagoo xaaladiisa eber ay tahay amba siiro ay marayso ayaa waxaa umalaynaysaa inuu haaya umalaynaysaa waayo wuxuu aaminay qofka quwadda leh in ilaahay subxaanahu watacaala uu jid u furaay in ilaahay subxaanahu watacaala uu maxay ahaytay uu asaga wuxuu u qadaray xalka uu helaayo laakiin uu dacwadiisa u gudbinaayo allah subxaanahu watacaala qof aan ka dacwoonayn waa qofka quwadda leh duruufaha iyo danta ka dacwoonaay waa soconaa laakiin way ka muuqanaysaa qofkan qofkii ma aha ayaa dhaheysaa way ka muuqanaysaa haddii aad tahay qof wax fahmaya ama wax garad eh qofkan waa ka muuqanaysaa laakiin ma ku dacwoonaay waxaawaay aamusnaantiisa ayuu ku soconayaa danihiisu raacanayaa ma hadal badna hadalkaaga yaray haddaa rabto inaad noqotid qof shaqsiyad adag leh inaad noqotid yaray hadalkaaga yaray meesha aad ku hadlaysid goorta aad hadlaysid qofka aad la hadlaysid intaba inaad baratid muhiim wa intaba inaad baratid muhiim wa oo eh qofkan ani aan la hadlaayo qofkee wa goormee tahay aninaa hadlo iyo waqtigee aniga ayaan hadlaa saddexdaas inaad baratid muhiim wa marka yaree hadalkaaga waqtiga munaasibka ee hadal hadalkaaga yaree hadacwo badnaane hadood badnaane markii hadalkaaga doorkaaga u imaadana waxaawaa wixii markaas oo muhiimada eh ka hadal wixii aan muhiim ahayn waxaawaa isaga tag inaad tahay qof shaqsiyad quwad leh isku day inaad ahaatid caadil qof caadil inaad ahaatid ilaahay caadil eh subxaana watacaala qof caadil eh yacni hadday dad isqabsadaa oo adiga ay imaato duurkaagii amba ay noqoto inaad xal u raadinaysid deris ahaado walaala ahaado qofaa hawada ka taqaanta ahaado isku day inaad noqotid qof caadil oo dhexdhexaada isku day shaqsiyadaada markaas maasha allah tabaaraka allah waay ha isku dayin weligaa waxyaabaha dadka hooseysiiya waxaa ka mid ah inaad qof bini aadan aada hooseysiisid adiga si kor aad u aadid waxay muujinaysaa daciifnimo shaqsiyadaada eh ayay muujinaysaa qofka bini aadanka ah sii xaqiisa xaqa uu mudan yahay haddaadan siinayn aamuska uu gaabay oo qofna maxay ahaytay ha isku dayin inaad hooseysiisid si adiga aad sare u martid ha isku dayin waxay caddaynaysaa daciifnimo ayay caddaynaysaa oo eh inaad qof kale aad liidaysid oo adigana aad rabtid inaad kor aad ahaadid waxa suurtagalaayana haba yaraatee ma aha tan kale ee kaa dhigaysa inaad ahaatid qof quwad leh oo shaqsiyadiisa ay quwad leedahay yaree qosolka badan qosolka aadka u faraha badan macnaheeda maaha inaad wejigaaga cabuuseysid yaa qosleysaa laakiin qosolkaaga halahaada xuduud sida hadalkii oo kale isna aad taqaanid goortaa qosleysid iyo waqtigaa qosleysid wax walba oo micno aan lahayn inaadan ku qoslin oo qaxqaxdaad aysan noqonayn mid iska socoto waayo waxaad noqonaysaa mid la fududaysto oo shaqsiyada quwadda leh ma aha mid mar walba qaxqaxqaxdhaad maya dhoola caddeyn haawa loo baahan yahay dhoola caddeyn laakiin qosolka qaxqaxda ah weliba aan waqtigiisa ahayn mararka qaar waxaa jirta wax micno aan lahayn qofkii afkiisa oo iska furaayo oo iska qoslaayo maya ma qurux badna isku day ilaa xad dadka inayna waxba kaa ogaan ilaa xad isku day waxyaabaha qaaska ku ah qaasa ku ahaada waxyaabaha quwadda shaqsiyadda u yeela ayay kamid tahay bini aadanka waayo intaan lagu aqoonin waa qurux badan tahay waa qurux badan tahay xataa haddaadan ahayn shaqsiyad quwad leh waa u muuqanaysaa mid quwad leh soo waxaaga qaaska ah qaasa ku ahaadaan adaa iska leh dadka hala qaybsane baro waxaa dadka la qaybsanaysid iyo wixii adiga qaaska ku ah baro ha noqonin mar walba qof fudud oo miisaankiisa aada u fudud yahay ha noqonin shaqsiyadda quwadda leh macnaheeda maxaa waaye qof aan caradiisa aanay fududeyn oo aada aan u carooneynin carada badan waxaa waaye daciifnimo ayay keenaysaa ma qurux badno haddii ay tahay inaad carootidna waxaa waaye wax macno leh inaad ku carooneysid oo aanay ahayn caradaadii wax macno la-aan inaad ku carootid wax macno leh oo maxay tahay xad gudub ay tahay ee lagugu sameeyo kale inaad ku carootid haa wax macno aan lahayn inaad ku carooto haddana islamarkii aad raali noqonaysa haddana aad carooneysta waxyaabahaas ma qurux badno marka way badan yihiin waxyaabaha qofka bini aadanka ee shaqsiyadiisa quweeyo quwad shaqsadeed iskeelyeelid waa lagu noqon karaa laakiin mar walbo
وإن جودهاك إمانة جودهاك سيئو إمانة سا وقت إيوايا يا كبراي حد عدن إهين قف شخصي دي سيئدك تاي وايو دوني دم حان جوغنا معالم واسو ما دروس تان قادنينو كواس ايانا قديقا إن أديق برتد أيضاً دروس تي إنه كسامرين وح صورت قل حواي إن أديق إلهي أكو ضيق وهي بدأ سيت إلهي أكسين وح صورت قل حواي وأدى هذا شخصية قوة له وما شاء الله تبارك الله ده تقولن إيه كه يستان وآت محيط مركو جد كمرأة بيا مرأة صحت على له واو قف كان حواي قف قوة له واي ومركو هطلع هذا الكيس أمي سامية درس كي هبل دخن كي لقنا بتقله ما شاء الله تبارك الله وأنكم حصلت على دعوة دعوة شدة ضئي وقت جاء قال جاء تسيس فيديو كان فيديو حين تام كل بدونه وحايدين كي تجاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشاو.